إذا رسميا اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي معتز الزردام يمضي عقد مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 4 سنوات. اللاعب هذايا اللي كان تكون في النجم الرياضي الساحلي ثم انتقل إلى نادي فالميرا ثم عاد الموسم الماضي النجم الرياضي الساحلي على سبيل الإعارة، والموسم هذا واليوم ينتقل إلى الترجي الرياضي التونسي بعقد مدته 4 سنوات. اللاعب هذايا صراحة من أحسن اللاعبين اللي عجبوني في وسط الميدان في تونس. الموسم الماضي قدم نسخة باهية ياسر من اللاعب هذايا، نسخة باهية ياسر من اللاعب هذايا، حتى انه اللاعب هذا استدعاه المدرب جلال القادري لك الدورة اللي لعبناه في اليابان ضد تشيلي وضد اليابان، لك الدورة ذيك استدعاه فيها المدرب جلال القادري بالرغم اني ما خاصش عدد كبير من الدقائق، ولكن على كل حال اللي لعبه واللي وراه في الموسم هذايا خلى جلال القادري استدعاه لقائمة المنتخب الوطني التونسي.